بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن فرقة المعتزلة. بداية، ماذا تعني كلمة المعتزلة أو الاعتزال؟ المعتزلة تعني أو هي في حيث اللغة من الاعتزال بمعنى المجانبة والانفصال، يعني اعتزل النساء الرجال واعتزل الرجال النساء، يعني انفصلوا عنه. واعتزل القوم واعتزل المجلس، انفصل عنه وتباعد عنه. ده من حيث اللغة. والقرآن الكريم باعتباره نزل بلسان عربي مبين استخدم كلمة معتزلة واعتزال في هذا المعنى. من هذه الآيات التي وردت فيها هذه الصيغة قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. اعتزلوا النساء في المحيط، طبعا هنا المجانبة ومجانبة خاصة، مش معناها الواحد يخرج من البيت، لا، معناها الابتعاد عن المعاشرة الزوجية، لكن كونها تجلس معك أو تنام بجوارك أو تطبخ لك أو تطهو لك أو هذا لا شيء فيه. وكان اليهود يعتبرون المرأة أثناء الدورة نجسة في كل شيء، فبالتالي كانوا يتجنبونها في المآكل والمشارب والنوم. فنزل القرآن الكريم يحدد موضع الاجتناب، وهو: فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالمنهي عنه هو المعاشرة الزوجية فقط، أما ما عدا ذلك فجائز ولا حرج فيه. وليست الحيضة في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيدها طاهرة وجسمها طاهر، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. أيضا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الآية تتعلق أو تطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرية المبيت عند من يشاء، أي لا حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عند من يشاء من زوجاته ويجتنب ويبتعد عمن يشاء منهن. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء ويقسم بينهن في المبيت والنفقة وفي كل شيء، وحتى الجانب النفسي كان يجأر إلى الله ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو الميل القلبي. كون يميل لإحدى زوجاته أكثر، هذا لا يستبعد إن هو يظلمها حقها أو يجور عليها في نفقاتها، فلا بد أن تكون القسمة المادية المتعلقة بالمبيت والنفقة والسكنة متساوية، وليس يلزم تكون المعاشرة متزاوية، لقضية لها معاني نفسية أخرى قد تتوافر في وقت وقد لا تتوافر في وقت آخر، فدي متروكة لميول الطرفين.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج أو سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. يعني حتى هو مسافر للغزو أو لأي غرض آخر كان يعمل قرعة، مين تخرج معه؟ فاللي تخرج عليها القرعة يصحبها في هذا السفر الذي يخرج به عن بيت الزوجية. نعم. فيش مرة ردت القرعة كل ما تيجي على واحدة مثلا؟ آه. تتصرف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتصرف إزاي؟ تيجي على واحدة إزاي؟ ده ما حصلش؟ لا ما حصلش. بس ممكن يعني عندنا مثلا في صلح الحديبية كان معاهم مسلم عندما أشرف الرسول الكريم بأن يحلق رأسه أولا حتى يحلق الناس، فما لا ما مش هديك كل مرة يعني زي كل مرة مش هديك كل مرة اللي ورعة بدل ورعة حتى لازم تخلف. ولا أنت سمعت غير كده؟ ممكن ممكن ما تجيش كل مرة خالص. ما حصلش بقى. هو ما حصلش كده. نعم. كان ايه؟ هو القاعدة ان هو لا تخرج معه الا من يخرج سهمه. بس. كونها تتنازل او لا تتنازل قضية اخرى بقى. افرض مثلا واحدة مريضة او ما عندهاش سر للسفر وتنازلت. ما فيش مانع. لكن ماذا حدث بالفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزواته؟ أنا ما عنديش إحصائية كده. أنا ما عنديش إحصائية. هو الموقف اللي حدثت اللي هو معروف اللي هو لما مرض الموت استأذن زوجته، كان رغم مرضه يتنقل عند النساء، فلما اشتد عليه المرض استأذن أن يمرض عند عائشة، حتى في وقع معروفة أن السيدة صفية كنا جلسنا بقى حول الرسول الكريم في بيت عائشة، فقالت يعني ليت الذي بك أبيل، يعني بتتمنى الرسول يعني أو هي مشفقة على الرسول ليت اللي فيك يبقى فيه، فتغامزنا عليها. أمهات المؤمنين قعدوا يعني يتغمزوا، شوف تقول إيه للنبي، فأمرهن الرسول الكريم أن يتمضمضن، فقالوا يا رسول الله ما أكلنا، ويسلكوا أسنانهم كمان، قالوا ما أكلنا لحما يا رسول الله، فقرأ الآية الكريمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى الرسول وهو في مرض موته كان يعلمهن ويدافع عن السيدة صفية. المهم ده موقف طويل بموضوع النساء، النبي ده يعني فيه قدوة كبيرة للنساء وللرجال. يعني في غيبة الرجال عندهم. نعم. الرجال عندهم غيبة، هي اسمها غيبة، اسمها غيبة. أيوة. طب ما يقول للنساء وللرجال. بس هي السيدات أكثر. طبيعي. الله، أنت حريم مع بعضك. أولا الأوامر الإلهية موجهة للرجال وللنساء، والنواهي موجهة للرجال والنساء على السواء. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ده كله موجه للرجال والنساء. المهم كلمة الاعتزال كما قلنا تدور حول معاني الابتعاد والمجانبة والانفصال، سواء كان مباعدة عن الحق أو مباعدة عن الباطل. يعني كل واحد يتباعد عن الحق برضك معتزل، كل واحد يتباعد عن الباطل يبقى اعتزل برضك، اعتزل الباطل يبقى ده راجل طيب، اعتزل الحق يبقى راجل منحرف. من نماذج الاعتزال عن الباطل قول الله تعالى في حق أصحاب الكهف
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ده اعتزال إيه؟ الباطل. يعني أهل الكهف ناس شباب مؤمن فتية آمنوا بربهم وتجنبوا باطل أقوامهم ولم يجدوا ملجأ يلجؤون إليه إلا الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا اعتزال للباطل. من نماذج الاعتزال عن الحق من خلال النص القرآن الكريم قول الله تعالى: وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. من هؤلاء؟ سيدنا موسى مع قوم فرعون. فهنا وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، هم يعني أصروا على أن يؤذوا، فلما يا جماعة أعوذ بالله أن يقع علي ذلك منكم وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. مش عايزين تؤمنوا سيبوني بقى أتحرك في الدعوة وأنشر كلمة الحق ويفتح الله بين عباده. يعني ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كثير من أصحاب الدروس الدينية يبدأ بهذه الآية الكريمة: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وأنت. هنا الآية دي ليس هذا موقعها، ده دعاء على الناس. وبيعرف التبليغ بالفتح ده فتح يعني رباني، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، باعتبارها فتح رباني. لا، ده فتح عذاب، فتح محاكمه ومساءله. فما يعني ليس من المناسب ان تبدا بها درسك او محاضرتك بالحق. مين فاهمين؟ ده يعني بيخاطب جماعه كفره؟ لا، ما ينفعش كده بنت. اللي خاطب إخوة ومؤمنين ومسلمين فلازم يكون في دعاء أقرب إلى المجلس وأقرب إلى المودة والرحمة. كم نسبة يا دي وردة على لسان سيدنا شعيب لما هددوه أنه يخرجوه من القرية إذا لم يرجع عن دينه، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيني وبينهم يا رب. فهذه هي معاني كلمة المعتزلة في اللغة، دي المعاني اللغوية التي تدور حولها كلمة المعتزلة. فرقة المعتزلة إحدى الفرق الإسلامية. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا سموا معتزلة؟ في رواية مشهورة بتقول إن واصل بن عطاء شيخ المعتزلة والمؤسس لمذهبهم كان تلميذا في مجلس الحسن البصري، وأبدى الحسن رأيا اعترض عليه واصل بن عطاء وهو حكم مرتكب الكبيرة. يعني سئل الإمام الحسن البصري في مجلسه عن حكم مرتكب الكبيرة، قبل أن يجيب أجاب واصل بن عطاء وقال إنه ليس مؤمنا وليس كافرا وإنما هو فاسق وفي منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمنا لأنه ارتكب كبيرة ولا يسمى كافرا لأنه ينطق الشهادتين فيسمى فاسقا، وحكم الفاسق عند المعتزلة أنه مخلد في جهنم. يعني زي الكافر بالضبط، بس كل فيها اختلاف في الاسم، ده سميه ايه وده سميه ايه. فقام من مجلس الحسن ورفض أن يعود إليه، وأنشأ حلقة بجوار شيخه يبدي فيها رأيه،
ففي اليوم التالي أو بعد ذلك سأل عنه الشيخ أين فلان؟ فقالوا هو بجوارك يعني يقرر مذهبه. فقال اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. بعضهم بيقول إن هم سموا معتزلة على غرار فرقة يهودية، فيقولون إن من بين الفرق اليهودية التي كانت منتشرة طائفة يقال لها الفيروشيم ومعناها المعتزلة، وكانت تتكلم في القدر وتقول ليس الأفعال كلها خلقها الله. فهذا اللفظ نقل من الإطلاق اليهودي إلى الإطلاق الإسلامي، فأخذه بعض المسلمين وأطلقوه على هذه الفرقة على غرار ما أطلق اليهود على هذه الفرقة، ويقولون إن التشابه كبير بين معتزلة اليهود ومعتزلة الإسلام من حيث إن هم يعتمدوا على الفلسفة والمنطق أكثر من اعتمادهم على النصوص الشرعية. المعتزلة لهم أصول يعرفون بها، هذه الأصول تسمى الأصول الخمسة. تجمع المعتزلة أو فرق المعتزلة وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي أصول فرقة المعتزلة، تجمع مذهبهم وتجمع فرقهم. فيا ترى ماذا يعنون بكل أصل من هذه الأصول؟ ماذا يعنون بالتوحيد؟ ماذا يعنون بالعدل؟ ماذا يعنون بالوعد والوعيد؟ ماذا يعنون بالمنزلة بين المنزلتين؟ ماذا يعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأصل الأول وهو التوحيد، طبعا كل المسلمين موحدين، وفي مسلم مش موحد، لكن القضية أن لهم تفسيرا معينا في قضية التوحيد. فالتوحيد عندهم يعني أن الله تعالى وحده هو القديم، فالقدم وصف ذاتي، ونفوا الصفات الإلهية القديمة خشية تعدد القدماء، وقالوا لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الألوهية، فالله تعالى عالم بذاته وليس بصفة تسمى علما، وقادر بذاته وليس بصفة تسمى قدرة، ومريد بذاته وليس بصفة تسمى إرادة، وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الله تعالى واحد أزلي، في عندنا أزلي وأبدي، الأزلي لا بداية له والأبدي لا نهاية له، فالله هو الأول والآخر، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، يعني أصل قد يكون أول وقبله حاجة، أنا بعد الطلبة دول أولهم فلان لكن في ناس في أولية أخرى، وآخرهم فلان لكن في آخرية أخرى، فالله تعالى هو الأول على الإطلاق وهو الآخر على الإطلاق، يعني أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. فالتوحيد عند المعتزلة أن الله تعالى وحده هو القديم، فالقدم وصف ذاتي، وصف للذات، في عندنا ذات وصفة. في مشكلة في الفكر الإسلامي وهي مشكلة الصفات أو صفات المعاني، هل صفات المعاني زائدة على الذات أو هي نفس الذات؟ يعني عندنا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات صفات زائدة، يعني فيه ذات وفيه صفة، والصفة زائدة على الذات ولكنها قديمة قدم الذات،
ولا هي ذات ولكمالها إذا تعلقت بالعلم تسمى علم، وإذا تعلقت بالإيجاد تسمى قدرة، وإذا تعلقت بالاختيار تسمى إرادة، وهكذا. جمهور المسلمين على أن هناك ذات وصفة، والصفة غير الذات، لكن هذه الصفة ملازمة للذات الإلهية لا تنفك عنها، مش طارئة. يعني مثلا إحنا ممكن نتعلم بعد جهل فنكون علماء، ممكن نتقوى بعد ضعف فنكون قادرين، فتكون القدرة هنا صفة طارئة وزائدة، يعني زائدة وطارئة. جمهور المسلمين على أن الصفات زائدة على الذات، يبقى فيه ذات وفيه صفة، لكن الصفة قديمة قدم الذات، مش طرأت عليه، لا. فعلم الله علم أزلي، وقدرة الله قدرة أزلية، وإرادة الله إرادة أزلية. المعتزلة قالوا يا جماعة لما نقول فيه صفة وذات، وإن الصفة قديمة قدم الذات، هذا يؤدي بنا إلى تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر، لأن الله تعالى واحد. وقد كفرتم النصارى بثلاثة فتكفرون أنتم بسبعة، اللي هي صفات المعاني السبعة، اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فالمعتزلة يقولون هذه الصفات ليست زائدة على الذات، وليست مغايرة للذات، وإنما هذه الذات لكمالها لا تحتاج إلى صفة زائدة. فإذا تعلقت بالانكشاف تسمى علم، إذا تعلقت بالإيجاد تسمى قدرة، إذا تعلقت بالاختيار تسمى إرادة، وهكذا. فهنا المعتزلة يقولون بنفي الصفات لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر. كنا نقول فيه أكثر من قديم، هذا في نظرهم يعد كفرا. وقالوا لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الألوهية، وبالتالي نفوا موضوع الصفات لكن أثبتوا اللفظ. يعني أثبتوا اللفظ، يعني مش حدش بينكر أن الله عالم ولا أن الله قادر، ده لفظ قرآني، من أنكره إلا كافر. فلا أحد ينكر أن الله عالم وقادر، لكن كيف يكون عالما؟ كيف يكون قادرا؟ كيف يكون مريدا؟ كيف يكون حيا؟ جماعة يقولوا صفة زائدة على الذات قديمة، والمعتزلة يقولون لا، ليس هناك صفات أساسا زائدة على الذات، وإنما هي الذات وحدها، فلكمالها تسمى من حيث كذا تسمى قدرة، ومن حيث كذا تسمى إرادة، وهكذا. سمعت يا دكتور، هو يعني دلوقتي يعني ذات الله سبحانه وتعالى مش هي الذات بصفاتها، يعني ما بنفصلش، لكن بنقول صفة زائدة على الذات. يعني الأشاعرة وغيرهم يقولون صفة زائدة على الذات. يعني إيه زائدة؟ يعني غير الذات، يعني مكتسبة، مش مكتسبة، قديمة. ما قالوش عن كده، قالوا قديمة، قديمة قدم الذات. لكن أنا ما أفهمها كده، أفهم إن فيه ذات وفيه صفة، يعني ولله مثل الأعلى. نعم. يعني البني آدم بيقول له ذات وله صفة، له ذات وصفة، أنت ذاتك الهيكل ده، لكن قد توصفين بالعلم، وقد توصفين بالجهل، قد توصفين بالقدرة، وقد توصفين بالعجز. بس هي الوصف ده هو جزء من شخصيته، يعني جزء من شخصية بني آدم. كويس. يعني هو ربنا خلقنا كده، ف لكن هل القدرة دي يعني مش منفصلة، مش حاجة منفصلة، يعني ممكن تميز بينها وبين ذاتها ولا مش ممكن؟ يجوز الشيء من الكمال كمال المطلق فيتصف بكل كمال. الآخرون يقولون إن هذه الصفات الزائدة لو كشف عنا الحجاب لرأيناها، رأيناها صفة مستقلة، لكنها ملازمة للذات الإلهية.
وعشان كده قالوا بقدمها لا غير المعتزلة. المعتزلة قالوا يا جماعة كده لا يبقى غلط، ده أنتم كده أصبح عندكم تعدد في القدماء، الذات وسبع صفات وثمانية، إزاي تقبلوا ثمانية قدماء وأنتم كفرتم النصارى بثلاثة؟ يبقى هذا ألعن من كفر النصارى، هكذا يقول. طبعا يا إخوانا المسألة أساسا فوق مدارك العقل البشري، الخوض فيها ليس دينا وليس عقيدة، ومن الخير أن نكف عنها. وبالتالي سواء أثبتوا الصفات الزائدة على الذات أو أثبتوا الصفات عين الذات، قضية لا تمثل عقيدة دينية. هؤلاء يريدون الكمال لله، وهؤلاء يريدون الكمال لله عز وجل، فبالتالي لا ينبغي أن تكون مثار خلاف، لأن الجدل العقلي فيها ضامر. ضامر يعني إيه؟ هزيل. عارفين الجمل الضامر؟ خلاص مفيش حاجة، مفيش لحم خالص، هتاكلي منه إيه؟ يعني بنناقش حاجة فوق مستوى، فوق مستوى العقل، ولا يحيطون به علما، فبالتالي الخوض فيها جدل عقيم. مش النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الخوض في ذات الله أو الفكر في ذات الله والانشغال بالمخلوقات دي فقط؟ ماشي. طب وماله؟ طب علم الكلام اللي نشأ لحضرتك وفوضها كل علم العقيدة كده؟ احنا نتكلم في كل قضايا العقيدة هي ايه؟ ما هي مبنية على كده، لكن في شيء قريب وفي شيء بعيد. يعني أفي الله شك؟ مثلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هاي دي قضية ممكن نناقش فيها، لكن في قضايا أعمق منها، قضية الذات والصفات مثلا، يعني فدي ما أقدرش أتصورها وأحلها كده بمقياس العقل القاصر، فمن الخير أن نرجعها إلى الله عز وجل. ما فيش، لا ما فيش عمل ينبني عليه. طيب بقى هو خد فيها ليه؟ ما كلها ليه بقى؟ لازم نتعلم بقى. ايوه بس يعني النتيجه ايه؟ يعني هنخلي نخش في الجدالات على طول. هقول لك النتيجه ايه؟ النتيجه كيف نفهم قول الله تعالى يد الله فوق ايديهم؟ كيف نفهم الرحمن على عرش استوى؟ كيف نفهم فانك باعين؟ ادي النتيجه. نفهمها ازاي الحاجات دي؟ يا من الخير لا تقرأيها، لكن مش كل الناس يعني عندهم الهدوء ده، في ناس عندها قلق وتريد أن تعرف، يا ترى أقول لهم من يجعل بكم يضربوا دماغكم في الحيطة ولا أناقشهم وبين لهم؟ وأنا إذا لم أناقش سيناقش غير. الساحة خلت من المناقشين، الساحة مليانة. ده النهاردة مشكلة المشاكل قضية الصفات دي أو الآيات المتشابهة، بعضهم يكفر إذا لم تقل بكذا فالبعيد كافر، أقول له إيه؟ هذه مشكلة. كيف نفهم مثل هذه النصوص القرآنية أو النصوص الشرعية؟ لله أشد فرحا بعبده التائب حين يتوب من أحدكم بالفلاة كذا وكذا. طيب من أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب أفهم أزاي مثلا؟ يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به. يبقى إزاي؟ كيف نفهم؟ هو ما عادش يسمى زي ما الصحابة في المؤسسة. مين الصحابة في المؤسسة؟ أنت مش عارف الصحابة في المؤسسة إزاي؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنا مش هخش في التفاصيل دلوقتي، دي موضوع آخر. أنا بديك يعني ليه أو إيه ثمرة الخلاف. أما موضوع كيف نفهم ده موضوع آخر، ممكن نشرحه في العقيدة وقت ما يجي زمن ومكان. الإنسان ياخد حاجة زي إن هي لو هو خدوها كده بإيمان ما أقعدش يجادل فيها. خلاص أنت عايزة تفوضي يعني؟ فوضع ما يا الله خلاص فوض. هذا مذهب من المذاهب. انا ما عنديش مذاهب. وهذا مذهب من المذاهب. طيب
المعتزلة لكن يجب أن نؤول هذه الآيات ونصرفها إلى معاني تليق بالله عز وجل حتى لا يحدث في الذات الإلهية تجزئة وتركيب، والتركيب دليل الحدوث. ما تسمعوني بقى الله عشان خلص بقى. فإن المعتزلة يوجبون تأويل هذه النصوص الشرعية لأنها توقع في التجزئة والتركيب للذات الإلهية، يبقى له يد وله عين وله رجل وله قدم وله ساق، هذا تركيب، والتركيب دليل الحدوث. وجهة نظرهم أن هذه الألفاظ تحمل على المجاز لأنها تؤدي في ظاهرها إلى نقص لا يليق بالله عز وجل. مثلا لأنهم يحافظوا على الوحدانية، فبيحافظوا على التوحيد، ده مش توحيد بقى عندهم، أصبحت الذات ليست واحدة وإنما أصبحت مجزأة ومركبة، والكل يحتاج إلى الجزء ولا يحتاج دليل الحدوث، فيكون الله حادثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا البند الأول من بنود المعتزلة. أيضا بناء على هذا المبدأ الأصل أو الأصل الأول نفي الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخرة، هل الله تعالى يرى أو لا يرى؟ المعتزلة قالوا تستحيل رؤية الله تعالى بأبصارنا، لأن الرؤية تستدعي جهة وتستدعي تحديد وتستدعي شعاع من البصر، وكل ذلك لا يليق بالله عز وجل، فنفي الرؤية بناء على ذلك حفاظا على التوحيد. طبعا الطرف المقابل هيقول ايه؟ نثبت رؤية العباد لربهم بلا كيفية. يبقى بلا كيفية عملنا ايه؟ خلاص بلا كيفية، بلا كيفية خلاص، مش كيفية مادية بقى. يبقى إذن هنا لما نبحث في الموضوع ده بتأني نجد أنه لا خلاف بين الفريقين، لا خلاف بين المعتزلة وأهل السنة في هذا الموضوع، لأن المعتزلة نفوا إيه؟ الرؤية المادية، قالوا يستحيل أن نرى الله بأبصارنا كما نرى سائر الأشياء. أهل السنة قالوا لا، نرى الله بلا كيفية، ليس كما نرى سائر الأشياء، أنا عشان أشوفك لازم تكون في مستوى النظر وتكون أمامي ويكون فيه ضوء، هكذا تحقق الرؤية، هذا كله منفي في حق الله. يبقى في النهاية حيلتقوا الاثنين على معنى آخر، على معنى واحد. فإذا لو نظر أحدهم إلى الآخر ما اختلف معه. فاهمين الأول مش فاهمين قبل ما أسمع؟ قبل ما أسمع فاهمين ومش فاهماني؟ اللي هو ايه؟ اولا حاضر، شيخ المفسرين هو الامام الزمخشري، ما من مفسر في العالم الاسلامي الا واعتمد على الامام الزمخشري في تفسير. الامام الزمخشري في الكشاف هو شيخ من شيوخ المعتزل. كيف فسر هذه الايات؟ ما مش حد يمكن دي آية في القرآن، فإنك باعين، مش آية في القرآن، حد أنكرها؟ يد الله فوق أيديهم، مش دي آية في القرآن، حدش أنكرها أبدا. نفس القضية اللي بتقول عنها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل دي أنكرها أحد؟ لكن كيف نفهمها؟ فأنت تسألين كيف فهمها المعتزلة؟ إذا سؤالك حادثة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما معنى ناظرة؟ رؤية بالعين؟ لا، ما حاضر، اسمعوني بقى واحدة واحدة بقى. قالوا مش ناظرة معناها رؤية بالعين. طب تعالي كده فسري معايا الآية الكريمة، فناظرة إلى ميسرة، يعني ايه؟ انتظار، لما يكون واحد معسر يعني نصدق عليه يعني انتظر، فنظرة إلى ميسرة، يبقى النظر معناها ايه؟ منتظرين. يبقى هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى دية معناها ايه؟ إلى ربها، إلى، بس واحدة واحدة بس، إلى معناها إيه؟ حرف جر،
إلى ربها، يعني أنت حمول ناظرة إلى ربها. قالوا لا، لا ناظرة معناها الرؤية، ولا إلى معناها حرف جر. من إلى معناها إيه؟ إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني وجوه يومئذ ناظرة تنتظر نعم الله لها. هكذا فسروها. جم اعترضوا عليهم، قالوا يا جماعة الانتظار أرق، أنا ما كنت منتظر نجاحي هبقى الآن وأهل الجنة لا أرق فيهم، فزي تقولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظر نعم ربها، يبقى أنتوا كده بتصفوا أهل الجنة بالإيه؟ بالقلق والأرق. قالوا لا يا جماعة، الأرق والقلق يجي منين؟ من المظنون، أما المتحقق فلا أرق فيه. أنجح ولا ما أنجحش؟ يبقى أنا هكون الآن، لكن إذا كنت متأكد إن أنت ناجح يبقى مفيش ألم. يعني هم ما كانوش هبل يعني ولا مجانين عشان يقولوا الكلام ده، كل واحد بيحاول يجتهد بما يرضي الله في معتقده. فإذا دعوة أن المعتزلة مجوس هذه الأمة ده كلام غير صحيح. من تتكلم؟ نعم. طب واحد لما نفسر كل حاجة ده احنا نقولها بمحمل ان احنا بنحسن الظن بيهم، طب ما اي عاصي او اي فرقة ضالة بيبقى نيتهم كويسة، اصحاب البدع نيتهم كويسة لكن اعمالهم ضال. كيف عرفت ان اعمالهم ضال؟ عشان يخالف السنة. بس اذا قضية المخالفة دي هي المقياس، مين يحكم بالمخالفة؟ هو ده السؤال. هو الكلام اصلا كويس مش منطقي. ليه مش منطقي؟ ان هما بيقارنوا بين النصوصات، بيقارنوها بتكفير النصارى لان هما قالوا ثلاثه، ده مش منطقي. لان يكون ان انا اقول مثلا يعني والله مثلا الاعلى ان انا اقول ان شخص عليم ده هو نفس الشخص ليه صفه، غير ان انا اقول فلان ابن فلان ده شخص وده شخص. شوف يا بنياتي النصارى ماشي ماشي ثلاث صفات، بيقولوا ثلاث اشخاص قدماء، بنتكلم ثلاث قدماء مش ثلاث صفات، ثلاث قدماء بيتكلموا عن القديم مش عن الصفه، بيقيسوا قديم على قديم، الصفه على قديم. كلمه قديم دي بتوصف حاجه كويس، بتوصف ذاتين ولا بتوصف ذات وصفه؟ ما هي دي المشكله، هو ده محل النزاع، هو ده محل النزاع. يعني هل انا اتصور لما بالعلم، هل انا اتصور ان حضرتك واحد والعلم ده واحد تاني؟ اه ممكن 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 شخص يكون جاهل. ايوه العلم شيء غير الذات طبعا. انا هنا في غيريه، في غيريه هنا، في غيريه يا بنت. الذات غير العلم، انا في نطاقنا بشري الصفه غير الذات ولا هي الذات؟ انت عايز تقول غيرها ولا هي؟ هي غيرها بس الشخص مش حاجه متجسده. ما هي الصفات لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغيرها. ليس هناك صفه مستقله موجوده في الخارج، مش عايز ما علم موجود في مكان باخد منه العلم. العلم موجود فين؟ في العالم. مفيش يعني العلم والجمال، في حاجه اسمها جمال؟ ولا في جميل؟ كذا مفيش علم، في عالم. طيب يبقى المنطق بيقول ان كده كده مستحيل ان الصفه يتفهم انها حاجه ثانيه، فهم على اي اساس بيقولوا ان لا كده تكون لان زي النصارى؟ يعني واحد بس عشان ارجوك بس عشان نفهم سوا، المشكله عندهم تعدد القدماء، تعدد القدماء يتنافى مع الوحده. فقالوا الله تعالى لجلاله وكماله لا يقاس علينا نحن. تمام. انت كده بتقيس الغائب على الشاهد. تمام. انت كده كلامك ده معناه او كلام هؤلاء ان الغائب هو الله يقاس علينا احنا. شيء. ايوه اقصد بالنسبه للتفرقه بين الذات والصفه. بالنسبه للتفرقه بين الذات والصفه. فعشان هنا عندنا في تفرقه بين الذات والصفه يبقى هيكون برضك الذات اللي هي تفرقه بين الذات والصفه.
هم قالوا لا، هذا في باب البشر من باب النقص، لكن في باب الذات الإلهية من باب الكمال، أن تكون الذات كاملة لا تحتاج إلى شيء آخر. ومن دي قضايا أنا بديك نماذج، لا مش بنناقشها دلوقتي عشان تفهموا أن المسألة مش فوضى، ولم يكن العلماء من هنا أو من هناك جماعة يعني إيه بيضيعوا وقتهم على الفاضي، إنما كانوا يحرصون على التوحيد بس. بس أرجوك بقى عشان الموضوع ما يتشعبش بينا، ليس هذا موضوعنا، احنا بنتكلم عن المعتزلة وآرائهم فقط، أما مناقشة الآراء الأخرى دي قضية أخرى إن ممكن نناقشها في العقيدة إن شاء الله. في صميم الموضوع تفضل. ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان نحن ولنا قوانين في حدود معينه نقرر بها على ذاتنا فقط، وحين اطلق موضوع التصور والخيال وضع له حدود، لانه لا يستطيع المخلوق بالصفه التي هو فيها تحرك بقوانين معينه محدده أن يعين الخالق البديع له. طيب. فهذه ممنوعة، لذلك الله سبحانه وتعالى منع المقايسة والمشاهدة بأي ليس كمثله. يبقى أنت عايز تقول في صفة قديمة ولا تقولش في صفة قديمة؟ كل دي مقدمة مسلمة للجميع. نعم. بناء على ذلك تقول إيه بقى؟ هو ده السؤال، بناء على هذه المقدمة التي نعترف بها جميعا نقول الصفة غير الذات، الله أعلم بذاته، يعني تقول يعني حدد موقفك بس، أنت من أنصار الصفة غير الذات ولا قديم؟ خلاص في المسألة لأنه ماشي شيء وهو الصفة. خلاص يا سيدي، أي تخيل وتصور عن ذات الله على الإنسان مش هتبقى موضوع. أنت أمامك مذهب، أمامك مذهبين الآن، تختار منهم إيه؟ ده السؤال، أمامك مذهبين تختار إيه؟ بناء على هذه المقدمة التي قلتها. إحنا كلنا مسلمين المقدمة دي. نعم. ليس كمثله شيء. كلنا مسلمين بقى. تمام. لكن تختار إيه بعد كده بقى؟ الصفة زائدة على الذات وقديمة قدم الذات، ولا الذات من حيث كمالها لا تحتاج إلى صفة أخرى؟ بس. أؤمن بالاثنين ولا أقنن كيف تكون. خلاص ماشي، هذا رأيك ولا حرج فيه، ولا حرج فيه، ما قلنا البحث في هذه المسائل قلنا فيه إيه؟ ولا أقنن كيف تكون. ما إحنا قلناه يا أخي دلوقتي، قلنا إيه؟ هذه القضية لا تمثل عقيدة دينية. ولا يطالب بها المسلم. مش قلنا كده؟ خلاص. هو يقول بعد إذنك يعني المعتزلة قالوهم إن الذات تتصف بكل كمال يليق بذاته تعالى. ده كل محل إجماع كل مسلم، مفيش مسلم غير كده. تتصف بالقدرة مثلا، تتصف. طيب ما أنكرش أن الله قادر، ولا أن الله عالم، ولا أن الله، لكن الصفة مش عالم بعلم ولا عالم بذاته؟ هو ده السؤال. عالم بذاته. خليك يبقى أنت معتزل. كيف أنت معتزل؟ ألا نعم. الله واحد، وحدانية، الكلمة عن وحدانية. يعني الذات هي الله. يا مشايخ يا مشايخات، الله يسهلنا وحالكم. أنا بس عايز أفتح ذهنكم شوية عشان ما تبقوش يعني اسمحوا لي مغلقين على رأي واحد. يعتبر القضية محل نقاش ومحل اجتهاد زي مسائل الفقه تماما، زي ما بتقول مذهب الشافعي ومذهب مالك، نحن هكذا نقول مذهب فلان ومذهب علان، ما تفرقش حاجة عنه. شايفين ان في مخلوقات زي الروح والملائكه، مش لنا نعرف عنهم شيء؟ ما نعرفش، ازاي نعرف عنهم شيء؟ ما نعرفش يعني، ما نعرفش عنهم شيء. وهي من خلق الله، ما نعرف الله، ما نعرفش الروح، ما نعرفش الملائكه. لا محيط، لا محيط. ما تعرفش الملائكه هم مين؟ لا عباد الله، لكن خلقوهم كيف؟ لا، الملائكه عالم عاقل مخلوق من نور غير مكلف، يرانا ولا نرى، ولا يأكل ولا يشرب ولا يتناسج. هذا مش كلها صفات الملائكة؟ لا، ما عرفهمش ازاي يعني؟ مش دي قضية سمعية عرفناها عن طريق الشرع؟ حضرتك عايز اقول لك ان بعض خلق الله لا نعرف عنه شيء كويس، ما نعلمه من العالم اقل كثيرا مما نجهله.
مجهولات العالم بالنسبة لنا احنا رغم 2000 سنة دلوقتي وأكثر أو ملايين السنين ما زالت هناك مجهولات بعيدة عنا كل البعد، وكل ما يعرفه البشر يساوي ذرة في صحراء كبيرة. طيب ماشي، ما اختلفناش. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ننتقل ولا ننتقلش؟ معلش يعني حضرتك دلوقتي نقول في التوحيد بالنسبه للمعتزله ان هم ايه قالوا ايه؟ ان الصفات عين الذات. صفات غير الذات. عين الذات. ليست صفه مستقله قائمه بذاته تعالى، انما الله تعالى بذاته من حيث الانكشاف علم، ومن حيث الفعل قدرة، وهكذا. تفضل. عليه الصلاة والسلام. لا ما اتكلمش. لا ما اتكلمش. مع الكافر ومع المشرك. لا ما اتكلمش في الموضوع دي. يعني عايزة أعيش. خلاص ماشي. ما احنا قلنا يا جماعة مش عقيدة دي. انتوا تنسوا كلام ليه؟ مش انا قلت هذه ليست عقيدة دينية. يعني أنا أعمل عليا. لا انت جاي مركز حصر ليه؟ انا عشان اتعلم. ما روحتيش للمسجد، المسجد تحت في دروس في المسجد يا دكتور. انا ما بقولك يعني ما انا بتكلم ما انا يعني اخواننا، ومن منع النظر مستاهله فقد ظلم، ومن منع النظر مستاهله فقد ظلم. كل واحد عنده عقل وعايز يفكر ما اقدرش امنعه. واحد مش عايز يفكر برضك حرام عليه ان انا اعطيه لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون. فان كل مقام مقام. فانتوا مش عايزين العلم ده، روحوا في المسجد. انا بقول يعني في ناس كده. يا سيدتي الله يستر عنها وحالها. يعني الناس ليسوا سواء. في ناس تحدثوا ماذا العلم فينفتن. خلاص ما تحدثهمش. يبقى حدث الناس على قدر عقولي. بقى انا هقعد مثلا في مصنع ولا في مدرسه ولا في مسجد في فلاحين ولا في عمال ولا في صعيد اقول لهم الكلام ده؟ مش هقول لهم الكلام ده، ولا هخش معاهم حتى في فقه مقارن حتى هشرح نواقض الوضوء. مش هقول لهم الشافعي قال كذا ومالك قال كذا. هو مذهبهم ايه دول البلد دي؟ مذهب مالك. لازم اشرح مذهب الملك بس. ولهذا كان الله يرحمه الشيخ جاد الحق، الشيخ الازهر السابق، كان اذا اجتمع الازهريين الموفدين الى العالم كان يقول لهم كلمه واحده: مذهبكم مذهب البلد الذي تنزلون به. احنا عندنا في الازهر كان موجود مذاهب، يعني فلان يدرس المذهب الشافعي، وفلان يدرس المذهب الحنفي، وفلان يدرس المذهب المالكي، وكان يعطوا مبلغ لمن يدرس المذهب الحنبلي لانه كان قله. كان يكافئوا الطلبه ليدخلوا مذهب حنبلي. فانا اتخرجت من الازهر مثلا شافعي، واذا اتخرج حنفي، واذا اتخرج مالكي، واذا اتخرج حنبلي. انا تعينت امام وخطيب ونزلت قريه من القرى او بلد من البلاد وجدتهم على غير مذهبي الذي درست، اعمل معهم ايه؟ يا ترى احمل البلد على مذهبي ولا احمل نفسي على مذهب البلد؟ وده الاصل كده. انتوا جماعه ملكيه خلاص انا مش هتكلم في الشافعي خالص، ولا هقعد اسب البلد. يبقى اشرح لهم مذهب الملك واجيب كتب الفقه المالكي واشرحها لهم. غير كده ما اعملش. فكل مقام مقال يا بنت، ولا ايه رايك؟ الأصل الثاني من أصول المعتزلة العدل. حد يكره العدل؟ إن الله يأمر بالعدل. زي ما قلنا في التوحيد كل المسلمين موحدين، لكن هم لهم تعريف معين للتوحيد. كذلك العدل فضيلة من الفضائل، لكن لها تعريف خاص بها عندهم. فالعدل عند المعتزلة يعني أن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية، ويستحق الثواب والعقاب بناء على خلقه لأفعال نفسه بقدرة أودعها الله فيه. أدي معنى العدل عنده. إن ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان قدرة
هذه القدرة بها يفعل ما يشاء، يصلي ما يصليش، يسرق ما يسرقش، هو بهذه القدرة يفعل ما يشاء من الأمور الاختيارية التكليفية، الأمور الاختيارية التكليفية. لكن هو مش إله صغير، ده هو يفعل بقدرة أودعها الله فيه، فربنا اللي خلق فيه هذه القدرة ومنحه إن هو يستخدمها زي ما عايز. فهم يقولون إن الإنسان، حتى يستخدمون هذا التعبير، خالق لأفعال نفسه الاختيارية. أما الأفعال الاضطرارية دي مرجعها إلى الله ولا نحاسب عليها، مش حد حيحاسب عن نبض قلبه 120 على 140، ولا عن طوله 150 ولا 160، ولا شكله أسود ولا أبيض، هذه أمور قدرية. كذلك لن يحاسب إنسان عن الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والمطر، مش هنحاسب عليه. القضية كلها مرتبطة بإيه؟ بالأفعال الاختيارية المتعلقة بالتكليف الشرعي. وده رأي الأهل السنة والجماعة؟ لا. لا أحد يستخدم لفظ خالق إلا لله وحده، فلا أحد يقول من أهل السنة إن العبد خالق لأفعاله، ولا أحد يقول إن ربنا أعطاه قدرة وهو يخلق بها ما يشاء، ده مذهب المعتزلة فقط. إحنا عندنا غير كده مزايد كثيرة. عندنا مذهب الجبرية يقولون الإنسان ريشة معلقة في الهواء، وعندنا مذهب القدرية الأولى ويقولون لا قدر والأمر أنف، ما فيش لا علم إلهي سابق، والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وعندنا من يقول بالكسب، والكسب معناه مقارنة قدرة العبد بقدرة الله من غير صحة انفراد ولا تأثير. رجل كان بشرحناها بكده المهم. المهم المسألة دي معناها ان هم لهم رأي في القضاء والقدر وأفعال العباد الاختيارية. هذا هو الأصل الثاني، وهو قضية العدل. قالوا ربنا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، يبقى الإنسان حر في اختياره لأفعاله وإيقاعها في القدرة التي منحها الله له، وعلى هذا الأساس هو يحاسب ثوابا أو عقابا. تبارك الله احسن الخالقين. اي في خالقين احنا، ماشي، بس هنا بيقدروا الخلق بمعنى المقدرين، بمعنى احسن المقدرين زي خير الغافلين. الاصل الثالث من اصول المعتزله الوعد والوعيد. بالنسبة للأصل الثاني اللي هو قضية العدل، بناء عليه بيقولوا بالصلاح والأصلح والحسن والقبح. فبيقول الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو صلاح وأصلح، يعني فعل الله هو الخير فقط، أما الشر اللي هو متعلق بأفعال الإنسان الاختيارية فالإنسان هو الذي يصنعه. أما ما يتعلق بالكونيات فالخير والشر فيه نسبي مش مطلق، يعني الخير والشر في الشرعيات معروف، يعني الصلاة خير ولا شر؟ خير. السرقة شر، يبقى ده مطلق. لكن المال خير ولا شر؟ الله أعلم، قد يكون خير في مرحلة وقد يكون شر في مرحلة أخرى، وهكذا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يبقى الزوجة والأولاد خير ولا شر؟ الله أعلم، الله أعلم. فهنا الكونيات الخير والشر فيها نسبي، أما الشرعيات فالخير والشر فيها مطلق. الوعد والوعيد
أصل ثاني من أصل ثالث من أصول المعتزلة، ويعني عندهم أن المؤمن يستحق الثواب على الطاعة وجوبا وليس تفضلا، والتفضل شيء زائد على الثواب، ويستحق الكافر العقاب على معصيته وجوبا، كل ذلك لثبوت النص، والله صادق في وعده ووعيده ولا مبدل لكلماته. حد فيهم حاجة؟ ما أظن. المهم الوعد والوعيد معناها الوعد يعني ايه؟ الوعد بالخير والوعيد بالشر، وقد ينوب احدهم عن الاخر. وعد الله المنافقين والمنافقات لا استهزاء بهم، لكن الاصل في الوعد الخير، الاصل في الوعيد الشر. فالوعد والوعيد يعني الثواب والعقاب. فبيقولوا المؤمن يعني ايه المؤمن؟ اللي بيعمل الصالحات يجب ان يثيبه الله تعالى. ايوه. والذي يعمل معاصي يجب ان يعاقبه الله تعالى. هذا الوجوب وجوب تكليفي ولا وجوب الحكمه؟ يعني ايه تكليف وحكمه؟ يعني ايه تكليف؟ أما أقول وجوب تكليفي على الله يعني أنا لو قلت يجب على الله وجوب تكليفي يبقى أنا هحاسب ربنا، استغفر الله العظيم. فلا وجوب على الله بالمعنى التكليفي أبدا، لكن وجوب على الله بمعنى الحكمة، يعني كتب على نفسه الرحمة. يعني هو سبحانه وتعالى ألزم نفسه بالرحمة، مش ألزم أن حد هيعاقبه. هو الحكمة تقتضي هذا، الحكمة تقتضي هذا. فهنا الناس بتشنع على المعتزلة يقولون بالوجوب على الله، يعني حد معقول حد هيحاسب ربنا ويعاقبه؟ ومعناه الوجوب يعني ايه؟ حساب وعقاب. هل في حد يتصور ان فيه كائن او مخلوق يتصور ان ربنا يحاسب ويعاقب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا الوجوب عند المعتزلة وجوب الحكمة، يعني مقتضى الحكمة الإلهية أن يثيب المؤمن وأن يعاقب العاصي. لماذا؟ لأنه وعد وأوعد. ربنا اللي حكم، قال اللي يعمل صالح يخش الجنة واللي يعمل طالح يخش النار. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا اللي حكم. فلا مبدل لكلمات الله، فالوعد والوعيد لا يتخلف. هذا معنى الأصل الثالث عند المعتزلة، الوعد والوعيد، إن الثواب والعقاب واجب وليس تفضلا. التفضل شيء تاني بقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دي من عند ربنا، لكن لازم يكون لهم الحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى لازم الإحسان يقابل بإحسان. لزوم إيه؟ لزوم حكمة ولزوم ذاتي، محدش ألزمه، كتب على نفسه الرحمة. ولقد قيل الآية الكريمة إيه؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب شديد. دي القاعدة العامة. فالمعتزلة يقولون لا مبدل لكلمات الله، الوعد والوعيد يجب تحققه. في نقطة بقى هنا، أهل السنة يرفضون هذا الرأي، بيقولوا إيه بقى؟ الثواب فضل والعقاب عدل. الثواب فضل من الله، والعقاب عدل من الله. ليه فضل؟ لأن احنا مهما عبدنا الله لن نفي بشكر بعض نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله فضل من ورحمة. أهل السنة يقولون الثواب فضل
لن يصاب به. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، وقد يضاعف العشر إلى 700. فإذا هذا فضل العقاب عدل، ما فيش خلاص أنت فعلت كذا، يبقى العدل أن تعاقب مقابل هذه الجريمة. في نقطة ثانية، هل بالنسبة لمبدأ الكلمات، هل يجوز خلف الوعد والوعيد الإلهي؟ طبعا المعتزلة قالوا لا، الوعد والوعيد لازم ينفذ، الوعد والوعيد لازم ينفذ. أهل السنة قالوا لا، خلف الوعيد كرم، خلف الوعيد كرم، وخلف الوعد مذمة. يعني وإني وإذ وعدته أو أوعدته لمنجز إيعادي ومخلف الموعد. يعني أنا ما أقول لك يا فلان أنت لو أجبت هذا السؤال صحيح هديك الكتاب ده، وجيت أجبت الإجابة الصحيحة ولا وأنا لا أعطي لم أعطيك الكتاب، يبقى إيه ده؟ يبقى مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. طب أنت يا فلان لو تخلفت عن المحاضرة أنا سأجلدك 10 جلدات. هو غاب عن المحاضرة وجه وطلع فوق عنك، يبقى هذا كرم. هكذا يقول أهل السنة إن خلف الوعد، خلف الوعيد خلف الوعد مذمة، لكن خلف الوعيد كرم. والآية الكريمة بتقول إيه بقى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا لا يسمى تبديل لكلمات الله. في تلبس عليه المشهوره كلها خالدين في الجنه، يعني خالدين فيها الا ما شاء الله. ماشي. ايوه. وفي حاجه من غير مشيئه ربنا؟ طبعا في حاجه من غير مشيئه ربنا، وحد يكره الله عز وجل؟ فخلدهم في النار او خلدهم في الجنه مرغون بمشيئه الله، ولو شاء الله غير ذلك لك. يترتب على هذا المبدا قضيه الحسن والقبح، هل هما عقليان يجب العمل بمقتضاهم ولو لم يرد الشرع؟ يبقى في وعد على ايه؟ على الخير، ووعيد على، يبقى في خير وشر. ايه هو الخير والشر هنا؟ يقول لك الحسن والقبح عقليان. الحسن هذا الشيء حسن، هذا الشيء قبيح، بناء على ايه؟ على الشرع ولا بناء على العقل؟ هم يقولون الحسن والقبح عقليان، وجاء الشرع لتأكيد العقل، وجاء الشرع لتأكيد العقل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا المعنى موجود في الفطرة وفي العقل، فالشرع جاء لتثبيته وتأكيده. وعن فيل الرجل اللي جه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعت أحد أصحابه يشوف إيه الرجل ده بيقول إيه، فرجع لصاحبه قال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. والرجل قال أيضا لو لم يكن دينا لكان في أخلاق الناس حسنا. لو ما كانش ده دين يبقى شيء مقبول برضك. فالمعتزلة يرون أن الحسن والقبح عقليان ولو لم يرد الشرع. يبقى أنت مطالب بالحفاظ على ما مقتضى العقل، اللي ينحرف يبقى ياخذ جزاء حتى ولو لم يرد الشرع. دي نقطة زايدة شوية. أنت ربنا اداك عقل وتعرف إن الفاحشة شر، تعرف إن العدل خير، يبقى لازم تعمل عدل وتسيب الظلم وتسيب الفاحشة. لو أنت اعتديت يبقى أنت تحتاج إلى عقاب ولو لم يرد الشرع. ال
الأصل الرابع من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وأظن أننا شرحناها قبل كده ولا مشرحناش؟ شرحناها أكثر من مرة. حكم مرتكب الكبير الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة، وعرفنا الآراء في هذه الموضوع. والخلاف في إيه؟ في من مات مرتكبا لكبيرة بلا توبة، أما من تاب تاب الله عليه، المسلم أو الكافر بيسلم والعاصي بيتوب، والله تعالى يقبل توبة التائبين، فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله وهكذا. فموضع الخلاف هو من مات بلا توبة وكان مرتكبا لكبيرة، وهم يسمونه في منزلة بين المنزلتين، يعذب عذابا مخلدا في النار، لكن قد يكون عذابا دون عذاب الكافر، لكن يجمعهم سواء الجحيم. الأصل الخامس والأخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلنا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إيه المشكلة؟ قال لك لا، يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، مش حسب الاستطاعة، كل واحد حسب بقى ده حاكم وده عالم وده عمي، لا، الكل يجب. ولتكن منكم أمة، منكم هنا هل منكم طبيعية ولا من بيانية؟ يعني ايه بيانية؟ يعني كونوا أمة، يعني كونوا أمة. لما نقول من طبيعية يعني ولتكن منكم جماعة أو فرقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة واجب على جميع المؤمنين حسب استطاعتهم بالسيف فما دونه، ولا فرق عندهم بين مجاهدة الكافر والفاسق. الكل بلا منكر يبقى لازم نغيره، ويرون أن الأمر بالمعروف يكفي مجرد الأمر به. أنت بتأمر بالصلاة، بتأمر عدل، تقول له يا فلان صل مثلا، أو يا فلان صل أباك أو صل أمك. ولا يلزمنا حمل من ضيعه عليه، أنا مش ملزم أن أنا أحمل الناس على الصلاة، أنا أدعوهم فقط. أما المنكر فيجب إزالته، ولا يكفي مجرد النهي. دي مشكلة المشاكل بقى. يعني هنا بيقولوا الأمر المعروف يكفي فيه الأمر، لكن أنا مش مطالب بحمل الناس على المأمور به، ليس عليك هداه، لكن النهي عن المنكر يجب إزالته، ما يكفيش بقى مجرد النهي، بل يجب إزالة المنكر. فاهمين الفرق يا جماعة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة واجب على جميع المؤمنين حسب استطاعتهم بالسيف فما دونه، ولا فرق عندهم بين مجاهدة الكافر والفاسق، ويرون أن الأمر بالمعروف يكفي مجرد الأمر به، ولا يلزمنا حمل من ضيعه عليه، أما المنكر فيجب إزالته ولا يكفي مجرد النهي. هذه هي أصول المعتزلة. هؤلاء المعتزلة المؤسس الأول لهم واصل بن عطاء، من كان بعضهم بيقول ده هو موجود الاعتزال قبل واصل، لكن كفرقة وكنشاط وكذا مرتبط بواصل بن عطاء، وكان له زميل وهو عمرو بن عبيد. فواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هما أساس فرقة المعتزلة. بعد ذلك تفرقوا شيعا وأحزابا، فأصبح المعتزلة مش فرقة واحدة، ده فرق كثيرة جدا، بعضهم يعدهم 20 فرقة
بعضهم يعدهم 13 فرقة، فليسوا فرقة واحدة. في فرقة أبي الهزيل العلاب، وفرقة إبراهيم النظام، وفرقة الجاحظ، وفرقة الجبائي، وهكذا كثير من الفرق التي نسبت إلى أعلامه. الجاحظ اسمه عليه الأديب المشهور ده، صاحب كتاب البيان والتبيين، ده شيخ من شيوخ المعتزلة، والزمخشري برضك شيخ من شيوخ المعتزلة، وإن كان ملوش يعني فرقة لكنه شيخ من شيوخ المعتزلة. فمن أشهر أعلام المعتزلة القاضي عبد الجبار، صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، وهو وحده الملقب عندهم بقاضي القضاء. من قول قاضي القضاء فين؟ يبقى هو قاضي عبد الجبار. المعتزلة طبعا من الذين يعني يكبرون العقل الإنساني ويجعلون العقل الإنساني يتحكم في النص الشرعي، وهؤلاء لهم اتصال بالفكر الفلسفي اليوناني، وقبلوا شيئا من فلسفات الهند وفارس والصين القديمة، وحاولوا يصوغوا هذه الأفكار صياغة إسلامية جديدة. طبعا نسوا أن العقل مهما كان هو قوة من قوى الإنسان محدود، يعني الإنسان في سمعه وبصره محدود، أنا بسمع على مسافة 2 كيلو 3 كيلو بعد كده مش هسمع، أنا برضك هشوف على مسافة 3 كيلو حتى لو كنت زرقاء اليمامة مش هشوف لآخر الدنيا، هشوف برضك لمدى. فكل حاجة لها مدى، كذلك العقل الإنساني له مدى، فتجاوز هذا المدى هو الذي يوقعنا في الحرج. واللي أنا قلت في الأول محاضرة خالص إن فيه موازين، وضع الميزان في غير موضعه ليس طعنا في الميزان، وإنما هو طعن في مين؟ في من وضعه. أنا عشان أروح أشتري الطماطم بالجرام أو أشتري الأسمنت بالجرام يبقى أنا متهم، لأن الجرام موضوع للذهب، فأنا راح أروح أشتري أسمنت بالجرام، طبعا ده كلام غير يعني غير مقبول، لن تنتهي منك الحياة ولا تبني العمارة عشان تقعد توزن كده جرام بجرام أسمنت وجرام حديد، مش هتوزن. لو حبيت تشتري الذهب بالطن مش هتلاقي الذهب، أو مش هتلاقي فلوس دلوقتي الجرام بكام دلوقتي، فعشان تجيب طن ذهب في الشبكة مثلا معقول يعني؟ فالعقل شأنه شأن سائر القوى الإنسانية محدود وله مجال يعمل فيه، والخروج من مجاله ضرب في متاهة. حضرتك ده كمان نضغط على الساحة العالمية فتكون ان بعد الخروج من الكرة الأرضية أصلا عن أسباب معينة القوانين نفسها اللي فقد الوزن بقى والجاذبية بتنتهي بعد كام كيلو، برضه في قوانين تاني طبعا كيلو بتبقى في قوانين تاني ملهاش علاقة بالجديدة خالص، نعم بيبدأوا يدوروا على القوانين ازاي يتعاملوا مع بقية القرارات. نعم، لكن يعني إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فالمعتزلة خير من دافع عن الإسلام وخير من وقف في سبيل الغزو الخارجي الذي حاول أن يطمس معالم العقيدة الإسلامية. وواصل بن عطاء أول من أرسل الوفود في العالم لكي يدافعوا عن الإسلام، كان يرسل تلاميذ في أماكن كثيرة للدفاع عن الإسلام. فالمعتزلة لهم جهاد كبير ضد المجوس واليهود والنصارى وكثير من الأديان التي حاولت أن تقتحم الساحة الإسلامية. أين مكانهم اليوم؟ مكانهم في أقسام الفلسفة في الجامعات المدنية. بالضبط. الله أعلى وأعلم.